كما وورا وروحة قدس يا العالمين تجبحت لا لها بمرومة تجبحت لا لها بمرومة تجبحت لا لها بمرومة وعلى رعش لامة مصورة طاوة لوني ناشا بخلع الدان العالمين آمين مسخم يا مارن ولهن لمحيلوثا بحنينوثخ تتخدم خل رازق قديشة بشليه ويل تخثوث وتخلاص ذكيانا نمحيلا رحمة برونخ عزيزة مارد كل العلمين آمين. مريم ماني بعامر بيتخ ماني بشارب طرخ قديشة نظيفوثة خوشا ومقم لي يا مارن قامد مذبحوخ أنا دم هلي خدلام ومعاوزة دي قوثة ولانا كل ثاني بالشانة لعاوز الحوري بشتا وبلص القري ولك شاقل قيامة خوري لك مداقل بارب فائدة لك يا ول أزكى لنا سيمن العالم شو حلاوة ولورا والروح القدشة من عالم وأذم العالم آمن وآمين ذخي حوشا ومارا نقيمين قذم ذبحاخ ماريا من نعمار عمان أخ من نشرب طورخ قديشة ما بي وشوح بث ما قد شاخ لهم قديش كولش لا على باي كلون عذرانيك وطيب واثق دلواث ندلامث برعين ودي لخوان شبح اخذ لا شلوه عيت اخم خللت مليت كل عذرانين وخلطوين دتو مارو ورويا دخول اوا وورا وروح ادخل شيا العلمين امين لا اخو مار ادخل لاما احمان الشي غير دخايت إيذاي وذكر كيث المذبح خمرية شو حلاوة ولورا والروحة قدشة من عالم وعدم العالم آمن وآمن نصلي شلام عمان ايت يوتي يا ماري بحقوث نحمان طبغر دين ايت ايوت مخلصانة طاوض جناثن نطارة امينة خاين طالخ مارن الزيمة وخ شكرخ ساغدخ مشبحة بكل عدن مارد كل العلمين امين اري مقلخ وشبح كل عما لا لا حيا شو حلاوة ولورا والروحة قدشة قديشة لنا قديشة حزنا قديشة لنا من عالم وعذم العالم آمين وآمين قديشة لها قديشة حزنا قديشة لنا يرتاح نصلي شلام عمان نتضرع عليك أيها القدوس المجيد القوي الذي لا يموت يا من يسر بالسكنة في القديسين التفت يا رب ورحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن إلى الأبد اجعلنا يا رب حكماء بتعليمك فتستنير عقولنا بمعرفتك وتتقدس نفوسنا بحقيقتك وأهلنا لفهم كلامك وتكميل وصاياك الآن وإلى الأبد آمين اجلسوا وانصتوا إلى سفر حزقيال بارخ مار يجعلك المسيح حكيما بتعليمه المقدس ومرآة جلية للسامعين إليه
وكانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب ووضعني في وسط السهل وهو ممتلئ عظاما وأمرني عليها من حولها فإذا هي كثيرة جدا على وجه السهل وإذا بها يابسة جدا فقال لي يا ابن الإنسان أترى تحيا هذه العظام؟ فقلت أيها السيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيك روحا فتحيين، أجعل عليك عصبا وأنشئ عليك لحما وأبسط عليك جلدا وأجعل فيك روحا فتحيين وتعلمين إني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، فكان صوت عند تنبؤي وإذا بارتعاش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت فإذا بالعصب واللحم قد نشأ عليها وبسط الجلد عليها من فوق ولم يكن بها روح. فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن الإنسان وقل للروح هكذا قال السيد الرب: هلم أيها الروح من الرياح الأربع وهب في هؤلاء المقتولين فيحيوا. فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح وعاشوا وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا. فقال لي يا ابن الإنسان هذه العظام هي بيت إسرائيل بأجمعهم، ها هم قائلون قد يبست عظامنا وهلك رجاؤنا ضي علينا، لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وأأتي بكم إلى أرض إسرائيل فتعلمون إني أنا الرب. حين أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأقركم في أرضكم فتعلمون إني أنا الرب تكلمت وصنعت يقول الرب. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Now, if Christ is preached as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. If Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God, because we testified of God that he raised Christ, whom he did not raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised. If Christ has not been raised, your faith is futile and you're still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If for this life only we have hoped in Christ, we are of all men most to be pitied.
But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order, Christ the first fruits, then at his coming those who belong to Christ. Then comes the end, when he delivers the kingdom of God the Father, after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For God has put all things in subjection under his feet. But when it says all things are put in subjection under him, it is plain that he is accepted who put all things under him. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things under him, that God may be everything to everyone. سوغد رحميك اعطي ازقى الشيخ من عول ومن حطى هيدك نهلل لويا يا يا هو شلاو شلام عم خون أخبار محام إيوان قاليون قديشة دماراني شام شيحام كارزو ثاد متاي ماران اي من داث بردنا شبشوحم كل اي ملاخ دي قدي شم اي قها بدآت ولد ترونس تشوحم بتجمعي قامي كل اي عمم بتبارش لاخا من خنا دخدك بارش يفانم اروي من قديم بدمقام أروى من يمن ديه وقديه من عسر ديه إيقاب دامر ملكة آناد من يمن ديه هايوم برخد بابي روثو ملكوثة بشلا محضر تطلوخ من شريثة علمام مسبب دك بنيك مخلوتو لي صهيلي كم اشتوتو لي نخرايا ونواو كم حاوتو لي شلخايا ونواو كم لبشوتو لي كريها ونواو كم زيروتو لي وبحبس ونواو ثيلو خن القيبي ايقاب دمري طالي انا زديقم ايمن كم خازخلوخ كبينا وكما سخلوخ وينصهيا وكما اشتخلوخ إيمان كم خازخلوخ نخرايا وكم حاوخلوخ ينشلخايا وكم كاسخلوخ إيمان كم خازخلوخ كريها ينبيثة حبس وثيلا القيبوخ جوب لملكة ومير طليم حقا كمرن طلوخن دغدا ودلو خون مدخا منان يا خواثي الزور امي ودلو خون. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. And Jesus said, when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit in his glorious throne. Before him will be gathered all the nations.
He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep at his right hand, but the goats at the left. Then the king will say to those at his right hand, "Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcomed you, or naked and clothed you? And when did we see you sick or in prison and visited you?" The king will answer them, "Truly I say to you, whatever you did to the least of my brothers, you did it to me." لا لا من عيد برك ثيد مريا عليكم بشمت باب برونا وروحة قدس شاخة لها آمين. أخواتها وخثواتها عزيزة كهنوثة ليلة وظيفة إلى خاي إلى دعوة تكلي سراي تدعيشي كهنوثة مارن فكلني وغدعي تدعيشو كهنوثة مارن بس بخشكل بريشة خكمة منني وغدعي تدياو خمشيحة بخشكل بريشة بس ليل واجب دخد ميري إلى خاي بس إلى خاي دمشيحة دك بالخ دك خادم بقاون فكنت كثي عدانة تد ما بشتخ خا من كهنة ديان إلى عدانة تد خازخ مشيحة دخويوة بخاي بقاوة دخ كهنة كمياول مشيحة تعلمة ودخ بسموثة دمشيحة دقيشو وكهنوثة دية دخواوة بخاي بقاود أذكهنة من هذا خيوخ جميعة قم كل من دي تدمشبحو خمارا نيشو مشيحة ديل بخاي بقاود قاشة أمانويل ريس قم دمكملن عجب لي تتخرن خكمة تنياثة تعزياثة دمطيلة جيبا قمايا من بابا زهية مارن باتريركيس طبعا من مطران عماني والشليطة من كاليفورنيا ومطران روبرت جورجيس من كندا وكل مطرانة وهم كيبن هم شكرا أخواثة إلى آخر طبعا من سيدنا إبراهيم دي البابد أثمر عيثة سيدنا جبرائيل كساب طبعا أخونا هم سيدنا حبش سيثن تري مطران اتكبن التخرن بقاو التنياث دييد كم شضريلة قمايا ويوا مطران يوسف توما ادمير بقاو 62 قشع مانويل ريس متعلي خدور رابا بقاو دعوته الكهنوثة مطران دي تري المطران انطوان اودو مطران سوريا صراحة كي بنتقارن من دي خكمة من دان دكثول كامر زي قارنا بعربي لأنه كن كاثول بقاود عربي من واجبي أن أذكر أفضاله عن أبو نعمان والرئيس على أبرشيتنا فقد خدم أولا في رعية الحسكة مدة قصيرة على ما أعتقد ومن ثم في رعية دمشق لمدة طويلة لقد كان محبوبا من الجميع وامتاز بثقافة إنسانية عالية بحس رعوي مميز فرض احترامه على الجميع نصلي من أجله نشكر ربنا يسوع الذي دعاه ونسأله أن يبارك كنيستنا بدعوات كثيرة وسخية آمين هذه لك هنوثة ليل خمندي
إدئيبي إدارن الخبر بقاوة day off دي بدتون تقاعد وتلقن الخبر ليل خمن دي كلوشن قمت خد من رازة وبعدين كشمطن بثر رازة كمرنا ثمندي لناو آخر السرشن قش عمان والرئيس لو اللي بتخادم رزواثة ولكن بقاود شن خراي عش لكهنوثة وخدم لكهنوثة بشكل بريشة طريقة دولي بتتخادم خدم لأناش دواوة دور مدارة وأناش تكم خازال أنا عش لي متقش عمانويل تلتاسر شن بقاود مرتومة تقريبا خمس شن بقاود مطرانية بثر تخ طبعا او على طول خير وبقاوي لانه خاشوه تحق اللي قي حسيد بابي تتشن وبسمينير امه وك خير وبقاود بقاوي وكتاخر بابي ويوم قمايد ويرن بغذا ذا الايتد مرتوما يوم قمايد كامران ون واخواته اخون بابوخ فكاميري دعي لي عمه وانه اوكي عمه يوم قماي وخرايا لك بدا عنا عامة لأنه ليه ويو خواثد ويو مشلطة اللي ويو خواثد أخونا رابا وبقاود ايتد مرتوما ليه ويو خواثد قاشة متقاعد على طول كبير وتخادموه طبعا تنيثد على طول مبلخوه كامران ليه ونسبير تاير أنا ونأخذ بس مال فراغات كبيود عايش وكهنوث بكل عدانة كهنوث لواوة يقرأ اللي من ديك أو على طول هم اقرأ إشوا نو على طول ويو لا بس ككهنة بس ويو سنيقة هم خمن دي خزنوا على طول إنه اقرأ إشوا الضعف دي سانقوى المودوي على طول الخواثن دي الضعيف ومن دي كبيوة على طول إن مؤقل ناشا مجقير ناشا على طول كبيوة تدم صالح وأمي خص عنيد ويوة طولة قهاثة بس على طول جايل وبثر آي بس من دي دويوة كلش عزيزة إلي ووقم كل من دي خورنا دك خادموة بس إمد آي ثو عائلتي عائلتي من لم حاسيلة أخواتي وإنشدية ويلي طبعا أخوني دي البخاية حنم دي الإمن طبعا خاثي جولي إمد كامل هم على طول جايل وبثر عائلة تتي آني دي كاثاوة وخازاوالة آني دي كاوة إمي كم خادم والا بقاوت حبة دي قاوت قصة دياثة دية قصة دياثة دية هل أبد لك بطلي نكاد دية لا كلي بس نكاد دية هم لك بطلي بس إطوال خاب حضور تبصخوثة دك يا ولوة إيما دك زاير والة دخد ميري شن خراي لثواب اتخادم ورا زواثة بس اخدم لي بقاود حبه قدم له ولو لثوى بتتخادم ايوه وقشا امانويل الرئيس خكمة تنيات بانجليزي priesthood is not a function it's a way of life it's a calling to all Christians to live the priesthood of Jesus it's also a calling to a select few to give Christ in a special way Well, Francis says it is a way to live the anointing of the Holy Spirit and then to give him in love and in harmony. Not a duty. It is the life of Christ serving in us. When the time comes to celebrate a priesthood and a life of a priest as we gather here together, time to see Jesus Christ and to see how Christ was made known, how Christ is lived, how Christ is shared. How beautiful Jesus is in this priest and in how he lived his priesthood. Therefore, we're gathered here to give praise to Jesus Christ, alive
lived in the life of Father Emmanuel Reyes. Priesthood that is lived and shared, not something you can take off, not something that you can retire from, not something you can put on as a, before a sacrament and then take off after a sacrament. The reason why I say this is because for the last 10 years, Father Emmanuel could not celebrate the sacraments as a priest. And in his final years, he lived the priesthood of Christ and the people he saw and in the places that he lived. He served them with his love, his stories, his joyful presence. When he couldn't serve the sacraments, he served with his heart. He served even when he couldn't serve. I lived with Father Reyes for 13 years at St. Thomas and approximately 5 in the diocese. And I always say he always had a right to me, as my dad studied 2 years in the seminary, and they were good friends in the seminary. So imagine two guys that enter seminary. One leaves and one stays and becomes a priest. The one who leaves, his son becomes a priest in charge of the guy. And then he becomes his bishop. And so the problem with all of that is he had every right to look at me and say, hey. And he never did. We always worked together beautifully, and he was always like an older brother to me. And let me tell you, at St. Thomas, he didn't act like a retired priest because he came to St. Thomas in his retirement. His famous saying to me is, I'm not a spare tire. He wanted to live his priesthood. He wanted to serve his priesthood and honor Jesus who gave him the priesthood. Was never a burden for him. Another beautiful thing about him, he knew he was imperfect. So he always sought confession. Not only as a priest did he serve, but he always saw himself as in need of confession. He would confess regularly and he needed to forgive if he hurt anyone. Sometimes it takes him a while, he's a little stubborn, but that's Father Emmanuel. As we gather now to pray for him, we pray that he is with the angels now. But before he went to the angels, he was with angels here, his family. No doubt all of his brothers and sister, those who have passed and the surviving brother Hannah, their spouses and all his nephews and nieces, his brother-in-law Kamil. But I really want to single out one person, and that's Julie. Julie, his sister, of course, with Hannah and Kamil's love. He used to ask me, how many sisters do you have? And I used to say, 3. He goes, I don't compare all 3 of them to the one sister that I have. All 3 together do not compare with her. So in his final years, he was in a care house, Kamil and Julie's house, that was first filled with love, second, filled with competent medical people, plenty of competent medical people, their children and their spouses. But finally, there was also an X factor that does not exist in other care facilities. And these were the grandchildren who were there around Khaluq Asha, performing for him, singing for him, praying with him. So I want to say a special thank you for the little ones who played a major role to bring so much joy to Khaluq Asha. Thank you on behalf of the diocese. Father Emmanuel loved children, and when he was at St. Thomas, he used to bless the children all the time. He loved to kiss them, and I remember he had several visits to the hospital for different ailments or whatever, and I remember a few times while there and sitting with him, he would hear a child cry, and it hurt him so much, much more than his own pain. So thank you for the family for taking care of one of our brothers. God rest his soul. By the grace of Christ, may he enjoy everlasting life. Amen. Blessed be the name of Jesus, both now and forever. Amen. لولورا والرعد قدشان غعيل منوخ يا ماريا لا خيلانك طلب اخوك منونوخ تمم من نعمتوخ شبوغ بداثا نخليتوخ
رحم وحنين وثدا له ثخ دهاوة حسايد قنهد عم ديخ تشوقان هد اختياثة كل ليال مريثخ دم قبال وخطال وخبن عمدتخ رحمة ديخ مارد كل بابا برونام روحة قدشا العلمي دتو كمر العالم دتو كمر العالم ربكم ريت سوديزا ومحسيانا في حدا وحلا بي لوحم قبل دلامومة نخشالين نشوق نحوبي مثاق كرسي دينا فاست غير بحشود خيانا وحشت وتنسيت مطل برقانا شي حد بشل دويحا بدل خلاص دينكم باقد لن تدوذ اختخرون دموثي دقوارتي ودقيمتي أو قابل الدوحثي هذه من إذن بنعمتي برحمتي العلمين آم فقدان وخمارا ولهن فقدان وخمارا ولهن فقدان وخمارا ولهن بيش ديري وصيب أني رازم شبح وقديش مخيان وألا هاي رش مذبح محسيانة وليثيث دمارا قهد تتي من شمية طالي شوحة بكل عدان العلمين آمين فاشق بلا قربانا ذي بثواثة قلي وباشم قدشا بتنذد ألا بروحة قدشا تدهى وطالة تعون وتخلاص وتخايد العالم علمين ملكو ثدش ما يمنع متي دمشي حوم شو حلاوة ولورا ولروحة قدشا على المذبح قدشا نوي دخرانا دو ثلتا مريم امت الها من عالم وعدم العالم من ومن شليح ودورا ورحمة ودي حدا صلوا دهوي شينا بوريثا كل عم آمين وامين دخرا مرتومة على المذبح قدشا عم كيني دنصا سهدي دثكلا أشحي وعلى صوراخ كلهم عني ذي وقيم تخش ويحتاب شو حد قيم النون كم هاي منخ امصالو خشلام امان امصالو بدل تخرونت بابا واثن قاثو ليق وبسقوب وقاشي وشماشي ورباني وربن ياثو وكل عندم شونيلا وبلطلا من علم اذي بهيمانوث تحقوثا وكل بابا واثن ويماثن وخواثن وخثواثن وكل بنونا وبناثن وكل ملكم هو يمن بايد مشيحه وكل نوي وشليحه وكل سهذ وموديانة دآخة وتكل دكثة دلهت كم كللة يا ولطالة نمي بقيمتد من بين ثميثة
أمو طاوة وسامة يرتوثة خايب ملكوثة دشمية بارخ مار شكر خلوخ يا ماريا التي روثة شبخت نعمت تخطالا كد وخوة حطاي ومحيلة بسبب كبيروثة دم رحمانوثة مطوطة انت دمقر وخل رازق قديشة بغرة ودم دمشيحو أخني بطلاب عون من نخت زخمي جناثا وحبك ميلة بهيمانوثة حقاني خدمو خلخليت وخطالا مسخو خطال وختجبوحتا ويقارة والشكر وزغادا داب دايموثة والعالم عالمين آمين يا ما عمخون عما أخو عمروحا حايها وشلامح هذا الحاذ الحبين مشيحا اشقلون طور شلام العمخ سلم خلصنا تروحوا يا دبي لديت دم زمريلو مد ملاخم ما قم كان ومشاين مالكم باطل قطلة من كل آرام أورلك إن شاء ساقود غد إلخ قارب كل عدة نومرحق مرئب طاووث وبس مكريه بحنانوخ شط إذا در أحمدي يقتاكل إقمارا حون اللان ذحل ذويت وقيمنا مصلين شلام عمان نعمد مارني شام شيح حبد لها باب وشركوثة دروحة قد شهوية مد كلا داب كل عدانا والعالم عالمين آمين الهوى تخمل يثخو يبو خله دوراها عبد اسحاق عبد اسرائيل ملكم شبحا انا تلا مارد كلك بايش مقروه لا يقكم واجب شلاما شوحم كل كمام وشكر من كل الشان صغثت ورمرامه من كل بريات تشم صغيدم شبحه بتليثا يوثخم شبحته بابا برونا وروحة قدشة دبريل علمة بن عمتي وعماري بمرحمانوثم خلص لبنيناشة بحنينوثم واللي نعم ربثة تمايوثي تماروث يا ماري قبركي وكسغذي البايد علاي ربواثد ملاخي قديشة قودد روحان مشمشاند نورة ودروحة تشمخ كم شبحي مدكروي قديشة وصراب روحان صغثة تماروث وخك مقروي كود كم زمري وكم شبحي دلبطالم قارخ الخنا وكمري قديشة 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 وثمريا لا خيلانا ديلا مليش ميا ورمين تشب حاثيم وشعنا بمرومي وشعنا تبلون الداويث بريخة للثيلة وداثي بشمد مريا وشعنا بمرومي مدن خيلة واتش ميانك شكرخ لخ يا مريا ومدن خيلة واتش ميانك شكرخ لخ يا مريا كم بارخو خلالها تنيت بطيطة من قبل خاوة ديل بدمية ديوخ وزهرير ادمنخ وصورت دي ثوثوخ تخشي والاخطاب ادها واخواثوخ لقياني مسوفق لشقل دميوث اد اودا شقل طالا تخرونت خلاص اذي رازة دك مقروخ قامو قوليلت بشلم سلم شقل الخم بيداثي قديشاثم مرملي اين الجيب وخلها باب يحيد كل كم شاكر وخ ومبرخل
توير ولت تلميذ دي ومرم قولوا وأخلوا مني كل أخون آذي لبغري دم بدل أخونك بايش مفولم تشوقانا دخطي أثام هذا خنباطر ما دمعه شيلم شقل بداثي قدي شاثة قد خد خمرام كم شاكرخ ومبرخلم ولت تلميذ دي وميرم شقولوا شتو مني كل أخون آذي لدمي وصية خدد العالم رازد هيمان وثدم بدل أخون بدل كبير بايش شبيخة تشوقانا تخطي أثام ولي من دو ذو تواني وذو لا تتخروني دخت كم بغدت نجمع لنا اخني او دخم حيل ومشقي ده هو الاخطال نعم ربثد لكثي البرام بالوشت اخنا شوثا كما خدتن بالا هوثق معليل اخر بيوثا مقم لخن بلتن مخيل اخ ميثتن وشوق لخ جنهن ومزكيل اخ الحطا يوثا مبهير اخ لذاثا منصير اخ نقصان وثدك يعني نمحيل برحم شبيخ نامت اخ بدل كل يوم دي اخ نعمت ياث اخ طالا كمسق اخ طال اخ تجبحت ويقارا والشكر وزغاذا داب دايموثا والأبد أبدي لبخون مصالم شلاما أمان مريا لا خيلان قبول هذه قربانة دك مقر وخطال وخمبدل كل نعمة تياث وتبثلت العالم مطمريا مطوانيثا كل بابا واثكين وزديق دش بير قامو كل نوي وشليح وكل سهده موديان بدل كل ايتا قديش تقا ثوليقي بدل بابا واثن قديشي مارا فرانسيس كمرا ربا بابا ترومي مار لويس قاثوليقا باتريركيس مارا فرانسيس ابسقوبة مرعيثن بابا زهيا مطران ابراهيم بدل ابسقوبي قاشي وشماشي ورباني وربانياثا نعم مارا والاهن قبل قربانا آذي بدل كل غبينة وحشانة بدل كل سنيق وإيقة بدل كل كريهة ومعذبة بدل كل عنيدة دبرشنا مشونينا بيناثن ببريشوثا أخونا نقو هيمانوثا أخونا نقو كهنوثا قاش عمانوئيل بدل عم آذي تناطر سابر رحمتوخ نعم يا مارن ألهن قبل قربانا آذي بدل كل أنت إلى قيمة قم ذبحه قديشة وصلوتها بإداثين حطايق طلبي مجاوب مطلبات ديهن شق جناهن بحاسي اختياثين بدل أثرى آذي عمارة بقاوي بدل مديدة آذي أتاوى بقاوة محاملة قوشورة قوية مفت منا قو نعمته كل مخياثة قشية جيحة شلامد علاي شينا رابد أرآناي مشريا ماري شينو شلامو شكابر بيت وقدشتا قاثوليقي شاين كهنوثا أمد ملكوثا باطل شراثا من قاثد أرق شاين العم بليغي خاي وخاي نيخ وهدي وبزدوثد ألق فمخني يا ماري أودخ محيل وربي مشق يدي وخد جميع بشمه قيمة قامق بعدانا آذي بلنا بسبيثة دميد من برونخ كدخني بصيخ ورويز شبوح ومعلوي وبتخارك وذخل رازة آذي رابة مزد آنا وقديشة ومخيانة ولا هاية تحشة موثة ورتة ودقيام تدمارا ومخلصانا يشوم شيحة هديوثا
وبزدوثاها وتنقيم بصلوي شلاما امان اثيا ماري روح قديش الشارع للقربان هذه مبارخ المقادش ده وطالن يا ماري تحسايد حوبة الشوقانة دحطاه وتأمود رابة دقيمتا بين ثميث خاي خاثم ملكوث دشمية مد كلن دشبيري قاموخ بدل كلم دبرانوث هذه ربث معجبت دوذ لخم منك شكروخ لخوكم شبحوخ لخد لبطالة ايت غزوين تبدما يقيرا دمشيحوخ كمام بثيخ وبثواثة قليم مسقوخ تشبوح توي قارة وشكارة وزغثتة تشموخ بيخاي قديشة ومخيانة داب كل عدانا والعالم علمين آمين مقروالا يا مارا والهنا رحمن وثد نعم التخ جيب داني رازم شبح قديش ومخيان والهايم كدخني لك طاووخ أقوثا لك أروخ يا ماري بهيمان وثحقاني تشموخ الجيب درازاني قديشم تورخ بحنين وثخ وكرشمخ بمرحمن وثخ طغرة ودمد مخيانا ماراني شوم شيحام شمد بابا وبرونام روحة قدشة العلمين آمين تايشر شيما دم مرطيما بغرى مخيانة دماراني شام شيحام شمد بابا وبرونام روحة قدشة العلمين طغرة قديشة بدم محسيانة دمارني شوم شيحام شمد بابا وبرونام روحة قدشة العلمين آمين إشلاف ريش وقدش وكميل وتيم ومحيذ وخويخ واختيم رازاني شويح وقديش ومخيان ولا هاي بغداد بشم صغيده ومشبحه ليثا يوثم شبحت تبابا برونا وروحه قدشه دهاوى طالا يا ماري تحوسايد حوبت شوقانه دحطاهب تمود رابد قيمتم بين ثميث تخاي خاثم ملكوث دشميه طالا وتأيت قدش تدمشي حمارا داخب كل دكثم داب كل عدانا والعالم علمي شو حلاو لورا والروعة قدشا ديانا كينا بداث بخلصتا فحص خوشاوان وكل أعواذان ديني مزد أنا ليثش قال باثا حكيمي لطاوة كم باسم جرحان نعمة مارني شو عم شيحة وحبت ألها بابا وشاركوا تضروحة قدشة هي مد كلن ذهب كل عدانا والعالم علمين آمين كلن بزدوثة ويقارة قرخ راز بغرة ودمة يقيرة دم خلصانا ولبصبيا وهي مانوثة حقاني تخرخ حشة مسالوغ بقيمته بيدم بدالا يحي ذايد لها بغرة مايوثة وقيانا محكنيثة يا ذات ولا مايوثة من ابن ناشا شقلم ناومس ديه مخيانة وفقدان ديه قديشة من طعيوثة كم مقرولة لذاثة حقوثة باثر كلها مدبرانوثة دم بدالة بشلم جربة ريش دكيانة بصليوة وقملة من بين ثميثة وسقل الشمية سلم لطالة راز ديه قديشة دب قوي تخرج كلها نعمت أمن داخني بدم حب شبيخة بعجبونة مكيخة قبل خليت تخاي أبدي نايم بصلات صبيثة بحشب برشونة شدم شركو خبراز ديتا بمود دت ياوثة ودخني دارخ من قدهان فشمنو خلد اخطياثان طلبخ رحمة وشوقانا من الأمارة كول وشوقو قنهد أخواثن صافو خنيتاثان من بلغونة وقلعياثن
وصابي جناثا من كنتا ودج بنوثا شقل قدسيا وبيشغم قدسيا بروح القدسيا اتفاقوثا بحويا ذد هونا قبل كاملة لدغد هذه شريكوثا باني رازم هاوي طالا يا مريا تقيمت تبغرا نتخلاص دقينا اثن صالخ شلام امن شوق يا مريا بحنينوث وخقنها وخطياثا مقادش سبواثا بنعمتوخ ما شخلان يا مارا ولهن دبدا يموثة لمو مقامخ قيمخ قول باصبي بثواثا قليل قوب ساوثات منو برحمة بشوط طالا كلن بغداد قارخلوخ هادخ أمروخ أبندي لبش ميا فاشم قدش شموخ أثيا ملكوثو أوعش بونوخ دغدي لبش ميا وانبرا ألا اللخمار سنقان الهديو فوق طالب لما بيرتن الجرابة إلا مخالص ظن في شام سبب ديوخي لما الكوثام خيلو تجمعت العالم عالمنا أجل يا إلهنا وبان الفايض رحمة نطلب إليك مبتهلين لا يا رب لا يا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجينا من الشرير وعوانه لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض أشى وخلزوان والعالم علمي شيب شلموثم هذا وقديشا هذا برا قديشا هذا روحا قديشا روحا لا ولورا والروحا قديشا شبح لالا حيا حتى نبعيد وعلينا رحمة وحنان بقلون سون وعيدان بغرا بغر قديشة حاسي جنان بدمغ زكايا منظف خوشاون بزوفة حنين يا مشيحة ومود دكيانا العلمين أغرخي وذمخي ماران حسايا لعامي وتاي وقدشتاي لخيانا زمار شوح المارو تخلى لويا ليلويا باريخ نامد مخيان مارني شام شيحة كمل برحمة مد كلن خلصنا يبدأ رنا أحيى قابل تاوي كاسل أيمان
فاذمذ قرباني تخيم قارئ زديقي قويام قربا عوديك دا نتقبل غلاميك مريم قربان دحاويل ظليمام مخدع وحد نحتا قربان دورام كينام هاوي قبيل وباسيمام دول مقلول ملك زديق كمرام مخدي وحاد نويا نورام هاوي قبيل قربانا دشليحم ومخدم مد سهدد ويحم وخانة رزوز فخرون شذلا أماحم كهنم قبيل ملكة روما تدخد ميلم بدل دوحة دما ويد وحبروني أذيرا زهرك ما قروي تعجبوني محاسب قاوي عولاد ناشد قرب شمي قاود باغرك سحتي الموثى من باغرايم وبدمي حيك مشتا خايت هونايم الصاد نور غزيلة ليش عيد كاثي القيبيم دوي وار يا الأمى لاخي بيذاد نورام نيشان درازد بغري ودم غزيل بصام دمياد نورك موقذ العولة دبناي ناشام
قيل أدرازغ زين ويك مخوي الكهنة أرد لا ما شابي ذكر نور بلخمام صرابات روح على أريل بيذي حزواد روحام ما عجوب إذا دبصر أريث الروحام يا بارنا شانورك طانت وهرلك يا قذت يا ما يوث تما يوث بقناشك يا ويت مسود رازي ولين شويع وقديش ومعياني ولايم نودي كلنا خذ وانشب على لا تجبحت يا ماري ويقارا تجبحت يا ماري ويقارا وشكر وزغاذا ديناني وخبداي موثد مسقوق تتليثا يوثخم شبحت بدل خليت درازي قديش دهو اللغطالة نبحني نوثخ تحو سايد جنان يا مارد كل بابا برونا وروحة قدشا العلمي روسل لن يمارن ولها طهلا ما بي خاند بس يموثت حبه خلي لنا بقاوي من شخت دخطيثة يا شيفانة طاوة لطلب جالة إلن وزيل السكرتن وكباسخ بدارتن نعمتي ورحمدي مارد موثن وتخاين بابا برونا وروحة قدشة العلمين روس علي بزوبة والدكيم روس علي بزوبة والدكيم Thank you.
شو حلاوة ولورا والروح حد قذ الشام شحاوث وديتا نسق ليلة ورام برقان بصلي ويس عيتا بوشلخ باشلا ما دا زلنا لي دا زلنا لي وعمرك بزدي صلى وعلي صلى وعلي إلا قشر الأسلام خروتوليم بعد برشليم نخون صالو إليم صالو زادند ماري كم قاري لي كم قاري لي وكليلة شو حب داري الريشي مبصخ لي بد مبصخ لي إتا بوش لغبا بغداد والتنو سمت على
قمدها وين الأخرى تنقل التوكاد مثلي من شوح البابا شكر تبلون وترع قدشا أوم خيلا صلش لاما عمان صالم بدل اخونا بهيمانوثا قاش عمانوئيل عود المشيحة تبلط لي من علم آذي ولهات كم عجب ليلي كم شانيلي بهيمانوثا الحقوثا او ممطيل البيت الوعد كل كيني ايمد مناح مقم كل ميثي هو يا خرطة طوتة كل ناشي كيني وزديقي قاريلي ومقملي من يمندية آمين كاتو شمي بكثاود خاي آمين مانيلي أم الدقو يدية آمين خاوخلي أم كلي ناشي طاوي كلي كيني وزديقي لشبيري قامي وذلي بعجبوني نعم دمشيحة ورحمدية العالم وعلمين آمين صلي شلام عمان بارخ مار اعلم ايها الانسان انك من التراب قد خلقت والى التراب ستعود لتؤهلك الاسرار المقدسه التي تناولتها الى المجد الابدي حيث يتلألأ القديسون يوم الدين ويجازي الله القدير كل احد بحسب اعماله عسى أن يكون نصيبك مع الأبرار الصديقين آمين آمين الواثق مريانا وشاريمث ملكة مشيحة مخلصانا بيوم أدافتنا حملا وما قملا من يمن التوب يوم أدبارا شمية ودي لاخي أرعى في يغترى واثني علمي أخوت ما بغذادي بخاين طور برحمه تميث وذن وحمام قدشا آلها بابا بخيلي في حمنا حمل لم يفتي روح قدشا فارق لقاء ممطيل الأخرى الديرا كل عما لا خمرت كل موتنا لا خيشو امشي حمشا بحينا دتم نحنا ندميثي وصورة طواد الله يسلم عمان
يا مار البخاي ومخيانا كما قمنا وقاريل تلعاظر لقيمة الزونة أو قاريل ومقمل الأخونا قاش عما نويل من يمن الدية بيوم رابع ومشوف حاد بقاوي باش قليل كينوسا من شمية يا ديانا كينا وملي رحمة وشواقد قناة وخطياسة مارد موسم تخاين بابا وبرونا وروح تخشى العلمين آمين بارخ مار ناحم يا مار الميتن بحنينوث وخنطور البخايب كبيروث اشبخت دم رحمانوث وغوذ قيمته تو تتعنيد مثل لمود قيمته دايتي وتم شلطة بتراوي على مدبريلو مارد موسن وتخاين صلي سلام عمان الها مارد كل الها مارد كل اودل قيمت طوت ونحامم شبحت زدي قوثه بثواثه قلي قام بيوم الدين وخا وخل متكنشد مشبحانه كل ايناشي كين وزدي قد شبير قامه ورخش لا مخعجبونه ولد كنشن كل دمزو يحلم يقير مبشطل وقوير الاخونا اذي قاشا عمان ويل الريس من بيناثن برشله قيبة زلم شنيله حنينوثم رحمانوثم نعمتياثي دالهن صغيثم آثى وشارع اللوخن هاشا وخلزوان والعالم علمين سيدنا فرانسيس سيدنا إبراهيم سيدنا كساب سيدنا حبش بابواث الكهن وشماش وجماعة برختم من كل عائلة شكرا نوخ عذرتوخ لدراز ومشاركتوخ بن صلواتهم بدل أخوان عزيزة قاشا عمانويل ريس بطر ما تبالتوخ من ايت الزان المقبرة هولي سبلكر إلى قاو تم مالن بيج تقريبا نص مع بطر ما عبرو التلغراف مقبرة بويا علي يمين كنت ما طوت المقبرة باو أخيتان بسبروخو الداروخ لوخ كلوخ بسرة بطر ما كلوخ ما طوتو ايقا كلنا بالتو بغداد مبتوخ أخوان عزيزة الدكتة حني خوثة بطر مقابر رجاء مشاركوا لتعالى بخاض رحمة وصلواته زيوا قاعد قاعة فارمتن هيلز مانر ويكد عائلة سبيشتي والساعة السبعة Ladies and gentlemen, on behalf of the Chaldean Diocese and the Reyes family, I want to thank you all for joining them in their time of sorrow. Once we exit the church, we'll be heading to Holy Sepulchre Cemetery, which is located in Thumb Island Beach, approximately about a half a mile after you pass Telegraph on the right-hand side. Once you arrive at the cemetery gates, our staff from Southfield Funeral Home will be waiting for you. We will guide you into a service lane, and once everybody has arrived, they will proceed to the gravesite for the committal service. Following the cemetery services, the families ask that you please join them for memorial luncheon and prayer vigil, which will take place at Farmington Hills Manor, where the family will be staying there until 7 p.m. Once again, thank you all, and God bless you. مكل وعذم العالم هذا يحت العالم علمين شلام ديل شاوقنا الخون شلام ديل ياهونا الخون وشبش لما بيت الزوم لب مخالص الناشديم خازن الأثرد بهراد كامري بكين وطاوي